بلدان، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط سير، مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم الاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره علق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه خبرنا عنه واحنا ان شاء الله بنوصل له بنعمل لك عنه فيديو مميز. انا طالع من محافظة مادبة باتجاه قرية جلول. قرية جلول اللي طلبها مني السيد عبد الرحمن عثمان، طلب مني اني اصور له قرية جلول. طبعا طلب صار له فترة طويلة وانا هلأ فاضي، فطلعت وبلشت اصور في المناطق اللي شوي بعيدة. انا مش كعادتي يعني اليوم مش يوم جمعة، صرت اصور في الايام العادية لحتى اقدر الحق اخلص كل طلباتكم. انا ما في طلب انطلب مني الا ورحت صورته، يعني ما بخلي مكان الا اصوره. طيارة عملت مناورة فظيعة اللي في السماء، بعرفش اذا مبينة معاكم ولا لا، هيا بدها تنزل في مطار الملكة عليا او انها طالعة من المطار، لانه المطار قريب جدا. احنا قرية جلولة هي تابعة لمحافظة الجيزة او لواء الجيزة، يعني شوف كيف بتناور سريع جدا وعماله بلف. انا براقب طيارات دايما، يعني انا براقب طيارات دايما، بنتبه لسرعتهم بنتبه لطريقتهم. يعني هذا الزلمة الطيار مستعجل زيه زي باقي زي باقي سواقين الأردن، حتى سواقين الطيارات مستعجلين. الله يوصلهم بالسلامة يا رب. أنا هلا ضايل لي لقرية جلول دقيقتين فقط لا غير، راح لما أدخل جوا، لأنه أنا ماشي هذا الشارع اللي أنتم شايفينه صغير عبارة عن شارع رئيسي، فلا هيك أنا ما بدي أبلش أذكر المعلومات لحتى أدخل داخل القرية، لأنه بتكون حركة السير أخف. القدامي ماشي بطيء مثلي، اللي وراي مستعجل جونجر اللي هم البكمات هذول دائما مستعجلين، بعرفش ليش. يعني أنا لقدام راح يكون عندي دخلة على اليمين وأدخل على قرية جلول. يعني زي ما أنتوا شايفين الطابع القروي واضح جدا، الأراضي زراعية، هي منطقة زراعية والقرية عايشة على الزراعة، يعني موردها الأساسي من الزراعة. كل أهالي القرية عندهم الأراضي الزراعية تبعتهم اللي بيزرعوها دائما، يا أما خضروات يا أما قمح وشعير، يعني معروفة هي المناطق بخصوبة أراضيها. يعني شايفين الأراضي كلها محروثة، كلها معمولة مجازينها. شوف اللي قدامنا ما أحسنه، يعني شافها أرض فاضية فكب زبالة عادي من الشباك. للأسف الشديد أنا دائما ضد هاي التصرفات الغير مسؤولة، أنا بسميها مزرعة أبو وائل صقر الله يبارك له فيها، يعني مزرعة جميلة جدا. زي ما حكيت لكم يعني في كثير ناس هون اللي معاه فلوس بيطلع على هاي المناطق بيعمل فيها مزارعه الخاصة، بيعمل فيها بيته الريفي وبيجيها مرة بالأسبوع. وفي ناس والله صارت تسكنها، يعني صارت تيجي من برا تسكنها من بعد الكثافة السكانية العالية والأزمات السير العالية الموجودة عندنا في عمان، فصارت الناس تهرب على هاي المناطق. طبعا هاي المنطقة تابعة على محافظة العاصمة لواء الجيزة. أنا أعطيكم شوية معلومات كمان شوي عن لواء الجيزة. اللواء الجيزة اللي بشكل 70% هاي جونجر مستعجل جدا، فلازم يتجاوز جونجر، إذا ماشي عادي بيكون جونجر. دائما مستعجلين، يعني الله يعينهم، ضغط الحياة وضغط العمل عليهم كثير قوي، بس إن شاء الله يديروا بالهم في الطريق وهم سايقين. يعني شوفوا على يسارنا يعني قصور مش فلل، في قصور موجودة بهاي المناطق اللي الله معطي له شوي طلع برا وبنى لحاله البيت الريفي أو بنى لحاله بيت العمر، لأنه الأراضي هون أرخص والهواء أنقى صراحة. يعني اللي عنده شغله الخاص، مدرسة جلول الثانوية المختلطة هذه قدامنا، احنا هلا حندخل على اليمين، حندخل على منطقة جلول. شوفوا هالجبل، جبل هذا من جبال عمان 22. نعطيكم شوية معلومات عن جلول. تقع القرية على بعد حوالي 28 كيلومتر من عمان باتجاه مادبة، يعني من طريق مادبة بتقدر تدخلها مباشرة بعيدة عن عمان 28 كيلومتر، وهي على بعد بس 5 كيلومتر من شرق مادبة. تتبع للواء الجيزة، طبعا هاي المطبات اللي أنا بحبها، من محافظة العاصمة. عدد سكان القرية ما يقارب 600 نسمة، يعني قرية صغيرة زي ما حكينا تعتمد على الزراعة.
وهذول تقريبا 600 نسمة بشكله 121 أسرة موجودة في هاي المنطقة. طبعا في عنا أنا قرأت بعرفش العدد أعماله بيزيد 268 بيت موجود في هاي المنطقة. يعني شوفوا على يمين هذا أكيد ما كانش معدود. يوجد فيها مدرستين، واحدة ثانوية بنات واحدة ثانوية رجال أو شباب، يعني ما شاء الله عليهم رجال، يكون بالثانوي أكيد رجل. فيها مركز صحي واحد ومسجدين ومقبرة إسلامية واحدة، تعتمد على الخدمات على القرى اللي حواليها. طبعا هي تابعة للواء الجيزة. طبعا الجيزة، كلمة الجيزة في المصطلح تعني المكان المرتفع، وهي نفسها منطقة زيزيا اللي احنا بنعرفها. يعني كثير ناس بيقول لك انا رايح على زيزيا، في ناس بيقول لك رايح على الجيزة، هي نفسها، هي زيزة والجيزة واحدة. وهي من احد ألوية محافظة عمان التسعة، يعني عمان فيها تسع ألوية من بينها لواء الجيزة. تقع على بعد 30 كيلومتر جنوب العاصمة عمان. هي هون قاعدين بيعملوا بخط مجاري، يعني واضح انه خط مجاري، الله يعطيهم الف عافية. طبعا لواء الجيزة فيه 65 قرية، من ضمنهم هاي القرى اللي احنا عمالنا بنزورها. انا زرت نثل قبل هالمرة، قرية نثل، وزرت جلول، وهيني زرت منجا. يعني وقف ليش مش فاهم انا، يعني لازم ازمر لك عشان تمشي، يكفي الشارع كله مسكر، كل الشارع مسكر. هاي المطب حبيبي، هذا المطب حبيبي. انا الحمد لله اللي بمشي شوي شوي، والله يا جماعة شوف سيارات بتطير طيران على المطبات، بتفاجأ فيه ما بشوف حاله اللي هو في السماء. طبعا لواء الجيزة فيه 65 قرية كلها تابعة للواء الجيزة، من بينهم جلول ومنجا اللي اليوم موعد تصويرهم. مساحة اللواء من مركزه الإداري 2621 كيلومتر، أما المساحة اللواء كامل 6000 كيلومتر، بشكل 70% من مساحة العاصمة عمان. تخيلوا قديش كبره، يعني 70% من مساحة العاصمة عمان. تأسست أول مديرية ناحية في اللواء عام 1973، بعدين تطور لقضاء عام 1985، بعدين صار لواء في 1996. عدد قراها زي ما حكيت 65 قرية. هذه أهم المعلومات عن قرية جلول ولواء الجيزة اللي تتبع له. يعني احنا هلا يا جماعة احنا موجودين في عمان، دخلت من داخل القرية، زي ما انتم شايفين قرية بيوتها قليلة، هي صغيرة ما فيها كثافة سكانية، ما شاء الله جميلة جدا. يعني هيني طلعت من هناك دخلت على شارع ثاني، الشارع هذا برضو برجعني على مادبة، مش راح اقدر الف اللي اقدر ارجع. هي في عنا هون حوارة، اللي قدامنا هاي اللي شايفينها يا جماعة اللي هي مدينة مادبة، هاي اللي قدامنا مدينة مادبة. طلب مني ان امر من عند السوسن السوداء، بس والله ما شفت شيء. يعني هسه كيف انا بدي ارجع، بدي احاول ولا بدي ارجع من عند نفس الحفريات، يعني هرجع من نفس الحفريات. السوسن السوداء ما عرفت كيف بدي اطلعها، مشيت زي ما شفته، مشيت جوا لقيت حفريات، اطلع لقيت حالي صرت برا على الشارع الثاني. إذا قدرت أمر عليها في يوم ثاني حمر. أنا حاب أفرجيكم الأراضي تبعتها، شوفوا ما شاء الله الأراضي الزراعية تبعتها ما أجملها. هاي مبلشين الظاهر هون عاملين القمح، الظاهر زرعين يا قمح يا شعير يا كرسنة، اللي هي الكرسنة اللي بطعموها للمواشي. شوف على يميننا على يسارنا، منظر جميل جدا. عشان أرجع معطيني 7 دقائق، راح أحاول أن أرجع مرة ثانية. هينا هرجع على النافيجيشن، طالما صرت واصل بدي ارجع مرة ثانية والف واصور له السوسنة السوداء، حديقة السوسنة السوداء. بس برضو فرصة جميلة اني اصوركم الشارع الرابط بين هذا الشارع، بوصلك لحتى المطار. هذا الشارع اللي انا عليه بجيبك بالضبط عند جسر المطار، بوصلك في مادبة. هاي مادبة قدامنا، شوفوا ما اجمل مادبة من برا. احنا هيك طرحين مش الشارع اللي بياخذك من جسر مادبة، لا هذا من جسر المطار، يعني من الجيزة بياخذك من زيزيا بوصلك على، طبعا الطريق كله بتاخذش معك ثلث ساعة من جسر المطار لحتى قلب مادبة. يعني شوفوا ما شاء الله منظر جميل جدا، كلها مزارع يمين يسار، كلها مزارع بتوقع بيزرعوا فيها زي ما حكيت الحنطة والشعير والكرسنة، يعني الحبوب اللي بيزرعوها هون دائما. بقول لي لف وارجع، بقول لي لف وارجع، يعني هرجع على نفس الطريق. والله ما مش عارف ألف وارجع ولا لا، لأنه في عندي برضو مواقع في مادبة، يعني أكمل على مادبة جوا ولا أرجع على جلول. بقول لكم بدي أرجع على جلول، صرت واصل بدي أرجع على جلول.
خلينا لف وارجع، لو لفيت من الشارع احسن لي، يعني فيش سيارات، بس النافيجيشن دائما بضحك عليك، عاملك مضحكته. يلا ما في مشكله، انا راح اوقف التصوير حتى اوصل، حتى اوفر على حالي في بطاريه الشاحن. هين لفيت ورجعت وحدخل من هون زي ما اعطاني النافيجيشن، ما اعرفش هاي الطريق غريبه عجيبه صراحه، انا مش عارف داخل ولا طالع. على كل انا هيني راجع على زي ما حكى لي حديقه السوسن السوداء، يعني شوفوا ما شاء الله اراضي كلها زراعيه، اراضي جميله والله يا جماعه. انا غيرت رايي، هاي المنطقه برضه جميله جدا لانه الواحد يشتري ارض ويبني عليها. شفتوا كيف المنطقه مثل الكف وجميله جدا ما شاء الله تبارك الله. خلينا نشوف شو هذا اللي هون، لا تكون هذه هي حديقه السوسنه. شو مكتوب هون على الباب؟ بتوقع هذه حديقه السوسنه. خلينا ندخل من هون بس ان شاء الله ما ادري شو هالكلاب، هاي ضباع، هاي مش كلاب ما شاء الله. ايش هذا؟ مرعب، حديقه عالم الكلاب. هاي كعتت السياره طبعا، مطبات وقفت صفر مع ذلك كعتت السياره، يعني اللي عنده كلب بيجي بيلعبه هون. حديقه الكلاب الموجوده هون، هذه هون هي السوسنه السوداء، حديقه السوسنه السوداء على يميننا. طبعا من ضمن مشاكل القرى الموجوده هون اللي هي كثره الكلاب الضاله، يعني لازم لاقولها حل. يعني انا كل يوم والثاني بقرا مقاله والله العظيم بتحزن، اطفال صغار عماله تنتهش من الكلاب. هي انا شايف هون الكلاب قاعده بتطارد، هاي كلاب بلديه هاي اللي برا، هاي بيطلع من فوق السور. هذه الحديقه مرينا من عندها، طبعا خارجها والله يا جماعه يعني انا مش عارف، اوكي الهواء بجيب الزباله وبرميها يمين يسار، يعني ما فيش حملات تطوعيه للناس نفسها، انسوا البلد، شوفوا الحاويه مليانه. وعلى الشمال هاي الكلاب، الكلاب دائما بتيجي على شو؟ بتيجي على الزباله، لانه تيجي من مناطق الفاضيه عشان تاكل، فلازم تتنظف اول باول هاي المناطق. نرجع لموضوعنا، يعني شوفوا ما شاء الله ما اجمل المنطقه، مزارع، هي مزرعه مع بيت داخلي فيها ثلاث طوابق كلها زيتون، مصدات الريح انا ما بعتبرها، يعني نخل على اليسار كمصدات، وجوا عندنا الزيتون ما شاء الله تبارك الله. نكمل، طبعا انا بتفهم هون انه الهواء بجيب البلاستيك من بعد. انا على فكره والله من زمان بدي اتكلم بهالموضوع، الحكومه عندنا حكت انها بدها نطلع من هون عشان نخرج من المنطقه، الحكومه عندنا حكت انها بدها تبدل كياس البلاستيك بكياس ورق. وين صار المشروع هذا؟ الحكي سمعته من 3 سنين، يعني كل العالم بطل البلاستيك، ما ضليناش غير احنا الدول النامية اللي لساتها بنستخدم الورق البلاستيك لكياس. هي ظاهرنا مزرعة خاصة. نطلع من هون، ممنوع، هي حاطين ممنوع الدخول، يعني شارع ما فيش من هون. يعني والله العظيم موضوع لازم ينطرح حتى في البرلمان، وين ما بتروح بتلاقي الكياس البلاستيك مرمية في كل مكان، لانها خفيفة جدا والهواء بحملها، وبتقعد عشرات، مش عشرات، مئات السنين عشان تتحلل. والله العظيم يا جماعة انه عيب، عيب انه ظل عندنا كياس بلاستيك في البلد، لازم ينقضى عليها. الحكومة حكت الحكي هذا من زمان وبس ما فعلت الموضوع، لازم نرجع الورق. يعني وانا صغير وانا طفل بتذكر لما كنا نروح نشتري، اروح مع اهلي يشتروا رز وسكر، كان كله ينحط في كياس ورق، ما كان في كياس بلاستيك. تخيلوا حول العالم بتقدم، احنا بنرجع لورا، يعني يا ريت نرجع لورا، يعني يا ريت نرجع لورا على ايام ابهاتنا وامياتنا. والله يا جماعه كنا نطلع نشتري، كانوا يشتروا بالثلاثة كيلو، كانوا يسموها رطل، الثلاثة كيلو نحطه في كيس ورق لثلاثة كيلو، بدك كيلو وكيس ورق، كله كيس ورق. وين راحنا كيس الورق يا جماعه؟ وين ما تروح كيس البلاستيك، لحتى الناس صارت تتندر عليه ويقول لك طائر الاردن الوطني، بيكون طائرات وقت الهواء بلفن في السماء، الازرق والاخضر والاحمر والاصفر بلفن في السماء. يا جماعه مش منظر هين، هين على جناب الشوارع. انا هذا كلام موجه للحكومه وللمسؤولين، رجعوا لنا اكياس الورق، ما بصير هيك، والله تلوث بيئي. انا بشوف الغنم بياكل اكياس، بيجي بقول لك لحم بلدي والكيلو كذا كذا والخروف كذا كذا، مو هو قاعد بكل ورق، قاعد بكل يا ريت ورق بلاستيك. الورق بيعملوه من لحاء الاشجار، بس البلاستيك والله بشوف الغنم انه كان حاطه قاتل ذم على جنب
على جنب ثم عند الطواعين نافغ البلاستيك كانها مقيده. يا جماعه وبيجي بقول لك لحم بلدي وبنباع قاعد بمبالغ كبيره. لا يا عمي رجعوا لنا زي زمان، حابين نرجع زي زمان. هذا اللي كحت عليه قبل شوي. انا هيك عملت له الطلب، المكان عملت له طلبه وخلصت له اياه. بتمنى انه يعجبه ويعجب اخواننا المتابعين. لهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلامه.